السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذا اللقاء: دعاء للمضطر يحقق له ما يتمنى، من أربعة كلمات. وهذا الدعاء موثق، له أصل في السنة، قاله صحابي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش بقول لك دعاء من المجربات ولا اجتهاد عالم، أبدا أبدا. أربع كلمات قالها صحابي، وكان وقتها موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد يا جماعة، في هذه الأيام كثرت المصائب والكوارث والظلم والفقر والجهل، وأنا أرى أن هذا من وجهة نظري أن سبب ذلك هو البعد عن الله وعدم فهم سنة رسول الله والعمل بها. هذا يقينا عندي، هذا يقين مستقر عندي. سبب المصايب والبلاوي اللي احنا شايفينها دي، نحن ابتعدنا عن الله، ما عدناش بنطبق أوامر الله ولا نجتنب نواهيه، ولعدنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياة، في كل أمور حياتنا. هذا الصحابي اسمه العلاء الحضرمي. الرجل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في يوم من الأيام إلى ملك البحرين. كان ملك البحرين ده كان نصراني، وكانت دولة البحرين دي ما كانتش مسلمة، وكانت تحت حكم النصارى. فأرسل إليها العلاء الحضرمي وخد معاه جيش وراح علشان يدعو للإسلام. فكان مع العلاء الحضرمي صحابي اسمه سهل ابن سنجاب، وهو اللي حكمنا القصة. بيقول: ونحن في الطريق نفذ الماء، الماء خلص. ده طبيعي، أنت متخيل ناس بتمشي آلاف الكلوات في الصحراء، وكانوا في بدائيات، يعني فيش النهارده بقى الحاجات اللي النهارده ممكن نقدر نستخدمها، لا ابدا. فالماء اللي كانوا شايلينه خلص انتهى، فخلاص يعني على وشك ينتهي يعني. ف الصحابه اللي موجوده مع العلاء الحضرمي قالوا له: ادعي لنا ربنا انه ينزل علينا ماء، عشان احنا يعني احنا جنوده وبنحارب في سبيله. فقال العلاء الحضرمي اربع كلمات قبل ان يدعو بطلب المال او بانزال المال من الله. قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، نحن عبادك. طبعا ده طلبه هو، انما الدعاء اللي انا عايزك تتعلمه بقى الاربع كلمات دول، انك تقولهم لو انت مضطر، وبعد كده تقول اللي انت عايزه، تذكر حاجتك: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. قالها العلاء الحضرمي في اكثر من موقف في هذه الرحله. قال: نحن عبادك، أرسلنا رسولك للجهاد في سبيلك. شوف الكلام: نحن عبادك، أرسلنا رسولك للجهاد في سبيلك، ونفذ الماء فأنزل علينا الماء. شوف بقى الكلام، وده كان من ذكاء العلاء الحضرمي. بيقول إيه؟ وإذا نزل الماء، وكأنه واثق في الله سبحانه وتعالى. ما هو عارف إنه يعني واحد بيسمع كلام رسوله وبيجاهد في سبيله أو في سبيله، فبيقول له لما كمان المية تنزل، يعني عارف إنها تنزل، لا تنفع بهذا الماء أحدا من غير المسلمين. وهذكر لك الحتة دي دلوقتي. فلما نزل الماء شق لهم نهر في الأرض فجأة كده. عارفين انتوا بقى الأفلام الخيالية، بالفعل كده. ده الموقف الثاني دلوقتي هو خيال يعني، والله العظيم إن لم يأتي لنا من طرق موثقة ما كنا صدقناها. ده في موقف ثاني دلوقتي أعجب منه. فبيقول: شق لهم نهر في الأرض فاغتسلوا منه وأخذوا منه ما أرادوا، وتوضأوا وتطهروا ثم ذهبوا مشيوا. سهل بن سنجاب بيقول:
لما كنا عند النهر نسيت حاجة تخصني فاستأذنت العلاء الحضرمي إن أرجع أجيبها. خلي بالك الجزء الأخير اللي هو العلاء الحضرمي دعا بيه وقال لا تنفع بهذا الماء أحدا من غير المسلمين، يعني الماء اللي أنت هتجيبها لنا دي يا رب للمسلمين بس. بيقول فرجعته حتى أبحث عن ضالتي، الحاجة اللي ضيع منه، فوجدته فانتبهت أين النهر فلم أجد له أثر. النهر اختفى، سبحان الملك. قصص ولا في الخيال، لكن دي مش خيال، الحاجات دي مش خيال، دي حاجات موثقة ونحن نصدقها، نعم، ثقة في العلماء المجتهدين اللي نقلوا لنا هذا الكلام. الشاهد يمكن اللي هقوله بقى ده مشهور، لكن قصة النهر دي كتير من الناس ما يسمعوهاش. اللي مشهورة بقى لما أرادوا أن يعبروا الخليج قالوا إحنا ما عندناش مراكب ولا في بقى بواخر زي بتاع النهاردة ولا الكلام ده، هنعدي الخليج ده إزاي؟ البحر ده هنعديه إزاي؟ قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم احملنا احملنا، ثم قال عبروا. فمشوا على الماء ولم تبتل سروج خيولهم، سبحان الملك. بسبب ايه بقى؟ يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، حافظ على هذا الدعاء فهو دعاء مضطر، وكلنا مضطر في هذه الأيام. ثم بعد هذه الكلمات الأربع اذكر ما تريد، قل هذا الدعاء ثقة في الله تبارك وتعالى فسوف يستجيب الله لك في الحال إن شاء الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان الملك. أيها الإخوة الكرام، كان معكم أخوكم إسماعيل الجعبيري، انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.